معنا مشاهدينا الكرام من عمان هاتفيا دكتور أيمن العاني نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بكم دكتور أيمن. إذا اللجنة الدولية في لشؤون المفقودين أكدت أن هناك 40,000 شخص مفقود في العراق، كيف تقرأ ما يحدث من إخفاء قسري داخل العراق؟ تحية لك أخي وللمشاهدين الكرام، وحياك الله. حقيقة شكرا على هذا التقرير وشكرا على الاستضافة. الأعداد المذكورة في الموضوع هذا حقيقة هي أعداد متواضعة بالنسبة للواقع. هنالك تقارير كثيرة تتحدث عن أكثر من 58,000 مفقود في العراق، وهناك تقارير أخرى تتحدث حتى عن أكثر من 90,000 مفقود في العراق. والمشكلة هنا يعني الأعداد المتواضعة هي كبيرة جدا بالقياس مع الذي يحصل في بلد مثل العراق خلال هذه العقد والنصف الأخيرة. وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا الموضوع لكثرة هذه الحالات إلا أمرا ممنهجا و تتحمل السلطات الحكومية العبء المسؤولية الأكبر على هذا الموضوع. بنفس الوقت يعود بنا هذا الموضوع إلى مسألة غياب المساءلة والإفلات من العقاب بالنسبة للمرتكبين. يعني اللجنة الدولية دكتور أيمن للمفقودين ذكرت أن التعذيب تضاعف أيضا في العراق، لماذا تصر الحكومة على هذا النهج و ترعى الميليشيات التي كان لها القسم الأكبر فيما يحدث من انتهاكات في البلاد؟ أخي الكريم، هناك شهادات لمعتقلين تم إطلاق سراحهم من سجون مختلفة تابعة لوزارة العدل وسجون أخرى تابعة لوزارة الداخلية. الجميع يتحدث عن أسلوب مشابه في التعذيب، في تكرار التعذيب، في توقيت التعذيب، في أدوات التعذيب. هذا كله يؤكد أن الموضوع مرخص حكوميا يجري وينفذ وفق مخطط تم الإعداد له مسبقا. والواقع على الأرض هو يعضد ما أقول، وبالنتيجة يعني هذه مأساة يعيشها العراقيون منذ 2003 إلى اليوم. وبالتالي أيضا نعود إلى مسألة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة، لأنه من يسائل من؟ وهذا هو السؤال الذي يتكرر دائما دكتور أيمن. يعني قانونيا في ظل تسييس القضاء في العراق، كيف يمكن للضحايا ويعني عوائلهم أن ينالوا العدالة؟ أخي الكريم، في ظل الظروف الحالية والمعطيات المتوفرة على الأرض مع الأسف الشديد لا يمكن حتى إنصافهم قانونيا، فضلا عن إنصافهم يعني وتحقيق العدالة بالموضوع. لماذا؟ لأنه الجهة المتورطة في هذه الجرائم وهذه الانتهاكات وهذه الجنايات حتى هي الجهة الحكم وهي الجهة الخصم، وبالتالي لا يمكن أن يعني تضع نفسها في قفص الاتهام كما يقولون. نعم. والضحايا سيظلون يدفعون الثمن مع الأسف الشديد. شكرا جزيلا لك نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين دكتور أيمن العاني.